العملاق نايك يفتتح أكبر محل تجاري في شمال إفريقيا لعلامته بالجزائر العاصمة في احتفالية بسيطة تزامنت والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا كوفيد-19 وذلك بالمركز التجاري والتسلية باب الزوار. التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم وأهلا بكم. دشنت علامة نايك، العلامة الرائدة في مجال الملابس والمعدات الرياضية، محلا جديدا لها في الجزائر العاصمة اليوم السبت 21 من شهر نوفمبر 2020، والذي يعد أكبر نقطة بيع للعلامة في شمال إفريقيا، والكائن مقره بالطابق الأخير للمركز التجاري باب الزوار شرق الجزائر العاصمة. ويتربع المحل الضخم على مساحة قدرها 570 متر مربع، حيث تعرض هناك آخر ابتكارات العلامة من ملابس رياضية رجالية ونسائية لكل من سلاسل لايف ستايل، رانينج، ترينينج وفوتبول، وكما هو الحال بالنسبة لكل محلاتها، وحرصا منها على أمن وسلامات متعامليها وزبائنها على حد سواء، قامت علامة نايك باتخاذ جملة من التدابير الوقائية والتي من شأنها الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر. اتضع العلامة اليوم أكثر من أي وقت مضى صحة هؤلاء فوق كل اعتبار، وتطمح العلامة إلى تعزيز ممارسة الرياضة في الجزائر على كل المستويات، كما تصبو إلى مرافقة كل الرياضيين الجزائريين سواء كانوا قدماء أو مبتدئين، عبر تمكينهم من الولوج إلى منتجات وخدمات رياضية ذات جودة عالية، إذ أنها على يقين من شغف الجزائريين بمنتجاتها، خاصة منها الشباب، وستواصل سعيها لتحسين تجربتهم عبر كل شبكتها التي تزداد توسعا يوما بعد يوم.